ومعنا على التليفون دلوقتي أستاذ خالد محمود الناقد الفني. صباح الخير على حضرتك. صباح الخير يا أستاذ بهاء. بداية عايزين نتكلم على أهمية مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي، لأن بطبيعة الحال دايما بيكون من ضمن أشهر المهرجانات، مثلا على سبيل المثال هو مهرجان كان، لكن كمان مهرجان فينيسيا من المهرجانات المهمة جدا. عايزين نتكلم بتفاصيل أكتر عن هذا الأمر. عندك حق، مهرجان فينيسيا يعني بيعد من أهم المهرجانات السينمائية العالمية وأكثرهم خصوصية، وكمان بيفتح المجال لموسم الجوائز. يعني دايما مهرجان فينيسيا بيبقى مؤشر كبير على من سيحصل على الأوسكار أو الجولدن جلوب أو جوائز أخرى، وفي الحقيقة هو أقدم مهرجان سينما في العالم. يعني أنت عارفة هو تأسس سنة 1932. فينيسيا هو الانطلاقة الكبرى، لأن أنت عارفة زي ما قلت لحضرتك موسم الجوائز بيبدأ في نهاية العام. السنة دي هو في الحقيقة الوجبة الدسمة جدا سينمائيا من أوروبا وأمريكا، ويمكن ربما تكون السينما الأمريكية مسيطرة بعض الشيء على مسابقة هذا العام اللي هي بتضم 23 فيلم. نعم. في الحقيقة الانطلاقة الأمريكية الكبيرة بفيلم الضوضاء البيضاء إخراج نواف بومباخ، وده بطولة آدم درايفر، وده مرشح للأوسكار أيضا عليه. في الحقيقة فيلم مهم جدا، يعني دراما كوميدية ساخرة، ربما بيتكلم حوالين أسرة بتعاني ما بين أحلامها وما بين ما يحدث في العالم من متغيرات اجتماعية وإلى آخره. في الحقيقة القضايا الإنسانية بقت مهمة على شاشة المهرجانات. يعني أنت عارفة أفلام المهرجانات دايما ما بتبصش للصيغة التجارية للفيلم بقدر ما بتدعو مشاهديها للتفكير وإعادة النظر في أسلوب حياتهم و كيف يتعاملون مع الأوضاع في المجتمعات الصغيرة أو المجتمعات الكبيرة. في الحقيقة برضو من ضمن الأفلام الأمريكية المتوقع أنها تثير جدل أو يلتف حواليها الجمهور فيلم شقراء، اللي بيرصد فصول جديدة من حياة مارلين مونرو. نعم. طيب أستاذ خالد معلش اسمح لي أن أنا أسأل سؤال ربما يكون خارج شوية عن نطاق مهرجان فينيسيا تحديداً، لكن سؤال فني بشكل عام، بما ان حضرتك طبعا منورنا وحضرتك ناقد فني مهم. من كذا سنة كده كان يعني لحد من كذا سنة فاتوا كان ساعات كتير بعض الأفلام يتقال عليها لا ده أفلام مهرجانات، ده مش أفلام عشان الجمهور العادي. هل النظرة دي لسه موجودة لبعض الأفلام عالميا، أنا مش بتكلم مصريا فقط، إن ده فيلم مهرجان مش فيلم للجمهور العادي؟ أعتقد أن النظرة دي تلاشت في العشر سنوات الأخيرة مع ظهور المنصات. ابتدت مثل هذه النوعية من الأفلام وتواجدها على الشاشات تعمل علاقة مع المشاهد ومع الجمهور، وابتدى يحس أنه يعجب بيها وبفنياتها وبقصصها وبأبطالها وبأدائهم، وبالتالي يعني دابت حتة أن ده فيلم مهرجانات أو فيلم تجاري. ايه اللي خلى برضو الموضوع ده يبدا في التلاشي الى حد ما؟ هل كثرتها على سبيل المثال وطرحها هو ده اللي خلى الجمهور العادي ياخد على ان هو يشاهدها ويتعامل معاها ويبدا ان هو يتفاعل معاها؟ طبعا هو بص انا عاوز اقول لك هو اجواء الكتابات حوالين الافلام ما نقدرش ننكر ده، انك بتتعامل معاها بالنظرة فيها شيء من التعالي وهي بتقدمها للقارئ، وبالتالي الجمهور حس ان دي نوعية اخرى من الافلام مش هتمشي معاه. نمرة اتنين، الموزعين واصحاب دور العرض في كل العالم وخاصة افلام الاجزاء وافلام الابطال الخارقين والى اخره ونجوم السسبنس والاكشن، دول كانوا بياخدوا فرصتهم اكتر في دور العرض، وبالتالي يعني الجمهور اتربى على نوعية معينة. جمهور دور العرض اقصد اتربى على نوعية أنا من الأفلام، لما بيبتدي يشوف أفلام عميقة أو فيها أداء مختلف أو قصص ربما بتحاكي مآسي إنسانية وإلى آخره ابتدى يحس إن دي بالنسبة له تقيلة. لكن المهرجانات بتلعب دور مهم جدا. يعني أنا شفت في مهرجان برلين في الحقيقة أفلام الطوابير عليها وصلت لكيلو، لأنه بقى أصبح فيه نوع من الوعي، أصبح فيه ناس عندها شغف انها تشوف السينما الجميله والسينما المبهره والسينما المدهشه. وانا
زي ما بقول لحضرتك دلوقتي افلام المهرجانات كلها بقت يعني الاشكاليه الجديده في الفتره القادمه انها هتبقى انتاج منصات ايضا، وبالتالي يعني وصلت يعني مثلا فيلم الافتتاح لفينيسيا فيلم منصه، وده سابقه تاريخيا ما حصلتش قبل كده. انه طب ايه المشكله يا فندم في الموضوع ده؟ المشكله انه كان قبل كده المنصه بتفترض ان العرض الاول لفيلمها يكون على شاشتها، ده نمره واحد. نمره اتنين انه هي بقت اصبحت القدره لديها القدره الاكبر على الانتاج، وبالتالي المخرجين الكبار في العالم اللي هم ابتدوا يعانوا ظروف انتاجيه والى اخره ابتدت المنصات تجذبهم عشان تضمن جميع فئات المشاهدين على شاشتها. وبالتالي المخرجين الكبار اما ان يشتغلوا بمواصفات المنصات واما مش هيبقى ليهم شغل. وكانت الاشكاليه اللي مع مهرجان كان مثلا من ثلاث سنين انه عاوزين الفيلم يتعرض في الافتتاح، وكان المساله دي مرفوضه، لكن مع وجود مخرجين كبار بيحملوا توقيع هذه الافلام ابتدت يبقى في خلاص العلاقه بقت مباشره وبقت صريحه انه انا بعمل دعايه لفيلمي كمنصه وبعرضه في افتتاح مهرجان سينمائي كبير، ودابت الشروط المعقده والتفاصيل الاخرى للمهرجانات، وابتدت المهرجانات الكبرى تستسلم لهذه المساله باعتبار تغيرات وتفاعلات جديده، ويعني لغه العصر دايما بتختلف يعني مع مرور الوقت، مش كده؟ طبعا طبعا. نعم. لانه لما يكون عندي فيلم المخرج كبير زي فيلم افتتاح فينيسيا وانتاج منصه، خلاص انا يعني بقى امر واقع ان انا محتاج الفيلم ده اعرضه في الافتتاح وخلاص. يعني بقى في استسلام بعد ما كانت المهرجانات الكبرى رافضه تعرض في افتتاحاتها افلام منصات. لكن خلاص احنا تجاوزنا ده من بعد ما مهرجان كانوا عملوا مع من السنه قبل اللي فاتت، والسنه دي عندنا الفيلم الكبير اللي بتعرض الضوضاء البيضاء في افتتاح فينيسيا. في الحقيقه كمان فينيسيا بيدي مؤشر لانه السينما الامريكيه ما زالت حاضره في المهرجانات الكبيره، مش بس بنجومها ولكن بافلامها. يعني اكثر من 6-7 افلام موجودين في ال 23 فيلم اللي بينافسوا على الاثر الذهبي السنه دي موجودين لمخرجين امريكان. رغم انه فينيس وكانوا برلين مثلا كانوا مهتمين والبوابه الشرعيه للسينما الاوروبيه في مواجهه طوفان والآلة الاعلاميه الهوليوديه بكل فنونها. هي عموما نقدر نقول ان المهرجانات دلوقتي اصبحت غير زمان، اصبح اقبال الجمهور على حتى افلام المهرجانات اصبح مختلف، عندنا عدد كبير من المهرجانات طبعاً الهامه جدا على مستوى العالم وكمان موجوده في مصر، ويبقى ان دائما من المهم ان يبقى في تجديد وتغيير مع متطلبات العصر وكمان متطلبات الجمهور اللي بتخدم الساحه الفنيه. الناقد الفني خالد محمود، جزيل الشكر لحضرتك على هذا التواصل.